السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بيان الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، يلقيه على مسامعكم أحد أنصاره إلى الله. والبيان بعنوان: من خليفة الله على العالمين إلى رئيس الصين شي جين. كتب الإمام البيان بتاريخ 29 رمضان 1441 هجرية، الموافق 22 من الشهر الخامس 2020 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، أما بعد. ويا أحبتي الأنصار السابقين الأخيار في مختلف أقطار دول البشر، اسمعوا وعوا أن لكل حادث حديث، فليتم التركيز حصريا فقط على بيانات كورونا، ويتم التركيز بشكل مركز هذه الأيام على نشر البيان والذي كتبناه بعنوان فيروس كورونا والبيان الفصلي وما هو بالهزل. انتهى عنوان البيان. واعلموا علم اليقين أن فيه شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، والله على ما أقول شهيد ووكيل. إلا من أبى واستكبر من بعد ما تبين له الحق، فلا تأسوا على القوم المجرمين المستكبرين. ألا بعدا للقوم الظالمين، الذين إن تبين لهم سبيل الحق إلى ربهم لا يتخذوه سبيلا استكبارا وغرورا، فلسوف يقولون عما قريب حجرا محجورا، ثم يدعون ثبورا، ولن يجدوا لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، ليصرف عنهم عذابه وهم مستكبرين عن داعي الله العالمي إلى اتباع كتابه القرآن العظيم الرحمة للعالمين. فمن أبى رحمة الله بسبب الاستكبار على خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني خليفة الله الأكبر في الكتاب، فله أشد العذاب من الله، فكيف على خليفة الله يستكبرون؟ أولئك سوف ينالهم نصيبهم من العذاب، المغرورين بكبرياءهم وهم صغار عند الله، ليس لهم وزنا تصديقا لقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صدق الله العظيم. فلا تزال جنود الله الخفية تشن حربها العالمية مستمرة ليلا ونهارا على مدار 24 ساعة دون استراحة، وهي لا تهن، وهي من جنوده الخفية غير المرئية بالعين المجردة لصغر حجمها، وهي بما يسمونه
فيروس كورونا وما هو بكورونا، وإنما غرهم بادئ الأمر التشابه الشكلي الظاهري للفيروسات مع التي يعرفونها من قبل، ولكنه مختلف في جيناته وتصرفاته جملة وتفصيلا. ولكن اسمه الأول كورونا كما ظنوه بادئ الأمر تصدر في كافة وسائل الإعلام وعلى ألسنة العالم كورونا، برغم أنه مختلف جملة وتفصيلا عن كافة الفيروسات، وإنما تشابه معها شكليا بادئ الأمر واختلف جينيا، بل والله الذي لا إله غيره الواحد القهار أنه كائن حي منفطر ومنشطر، والقادم هو الأدهى والأمر وشر مستطير، ولسوف يولون الدبر كافة أطباء البشر. وهو كذلك كائن حي جديد على البشر ومحطم لكافة فيزياء الطب العلمية، ولسوف يجعل علم البشر فيما يخص علوم الطب الفيزيائية صفرا على الشمال، كونهم أصلا لا يحيطون به علما. ولكن الفيروس المتين القادم هو الأشد قوة وبطشا في العذاب المتين، فإذا هم فيه يائسون وليس على مستوى الجهاز التنفسي فحسب، بل لا مجال للمقارنة بين فيروسات كوفيد 19 والفيروس المتين القادم. يا شي جين رئيس الصين، يا من يزعمون أنهم سيطروا على عذاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى علوا كبيرا، وهم يعلمون أنهم لكاذبون. وأبشر الملحدين في الصين وقادات البشر المجرمين مثلهم أجمعين وكافة الظالمين المفسدين بفصائل فيروس جديد هو الفيروس القاصف المتين، أسود الفيروسات، الأشد بطشا وأشد تنكيلا، بل لا مجال للمقارنة بينه وبين ما تسمونه بكوفيد 19، فهو الذي سوف يولي منه علماء الطب مدبرين ولم يعقبوا مهزومين جيش أطباء البشر عن بكرة أبيهم، فتخر منظمة الصحة العالمية خاوية على عروشها. فلن يغنوا عنكم من عذاب الله شيئا، بل لا، ولن يستطيعوا نصركم ولا لأنفسهم ينتصرون. فاسمعوا وعوا واعقلوا ما سوف نقوله لكم، إن لهذه الفيروسات المستجدة قائدا عظيما لستم بقده ولستم كفؤا له، وجنوده الصغرى تتلقى الأوامر مباشرة بوحي من الله فيفعلون ما يؤمرون من مصدر العمليات للقائد الأعلى، ذلكم ربكم الأعلى في الملكوت يوحي مباشرة إلى جيوشه الصغرى ماذا تفعل، فيفعلون ما يؤمرون، وهو معها بكلمات قدرته سبحانه، ذلكم الله رب العالمين الذي أنتم به تلحدون يا أيها الرئيس الصيني شي جين، الذي أعلن الحرب على الله ودينه وقرآنه والمسلمين الصينيين جهارا نهارا على المسلمين في الصين، وأغلق بيوت الله في الصين
بل منع المسلمين أن يصلوا حتى في بيوتهم، وأخذ كتاب الله القرآن العظيم وقام بإحراق كتاب الله القرآن العظيم عدوانا وظلما. فاسمعوا وعوا ما سوف أقوله بالحق يا أيها الرئيس الصيني شي جين، أقسم بالله العظيم لتفتحوا بيوت الله وأنتم من الصاغرين، وكافة الذين أغلقوا بيوت الله ظلموا أنفسهم بحجة الاحترازات، حتما سيفتحوها وإليها يهربون، وإنا لصادقون ولسوف تعلمون. وعلى كل حال يا معشر الأنصار السابقين الأخيار من مختلف الأقطار، فليتم التركيز حصريا على نشر 3 بيانات. بالدرجة الأولى البيان الذي كتبناه بعنوانه التالي: فيروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل، انتهى عنوان البيان. واعلموا علم اليقين أن فيه شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عبد الله وخليفته الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.